سلام، اليوم راح نشوف مجموعة من المقاطع. أول مقطع عندنا فكرته جدا غريبة، راح يحط سماعة في وين؟ في الإكزوز حق السيارة عشان يعلي الصوت حق السيارة. تجربة غريبة جدا، تجربة غريبة جدا، ما أدري بتضبط ولا لا. المهم شغل السماعة الحين، ضبط وضعها. طبعا احنا هدفنا اليوم نسمع الصوت. اوكي هلا ابوي. طبعا هذا صوت السيارة راح نسمعه. ايوه وش الصوت هذا؟ تجربة غريبة. المهم بثبت اتوقع السماعة على على عليها على صوتها. اوكي بيعلي الصوت المفروض وبيبتري او بيلصقها. افضل يلصقها افضل، اهم شيء صورة سيارة فورمولا 1. يلا استعدوا. ايوه هذا حقيقي ولا استهبال؟ والله احس الصوت مسخره. شنو هذا؟ وين الصوت هذا اللي قاعد يطلع من السياره؟ وش الصوت هذا؟ والله ما ادري. والله صوت جدا 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 غريب. خلونا نروح للمقطع اللي بعده. المقطع اللي بعده فكرته شفنا شيء قريب منها في السابق. الفكرة ما فيها انه راح يجيب سيارة ويدوس على 500 مسمار في نفس الوقت، والمسامير نبعدهم عن بعض علشان نشوف هل بتنجح التجربة ولا لا. هذه السيارة طبعا هي السيارة يجرب عليها كل شيء ممكن. اوكي جاب لوح كامل. هذا اللوح فيه 500 مسمار. هذا النوع من المسامير، المسامير العادية اللي احنا كلنا نعرفها. فخلونا نشوف كيف بتكون التجربة. اوكي جاب اللوح اللي فيه المسامير. اوكي اول شيء ركب السيارة فوق. الكاميرا مكانها غلط، الكاميرا مكانها غلط. يلا داس عليهم وما صار ولا شيء للإطار. الإطار اللي وراه داس وأيضا ما صار ولا شيء نهائيا. متى راح ينفجر الإطار؟ لما يكون في 10 مسامير أتوقع أو شيء مثل هذا، أو 20. معناته أن السيارة تتحمل 500 مسمار، أو الإطار يتحمل 500 مسمار بدون ما ينفجر. اوكي 500 تحملوهم اطارين. كولا؟ ليش كولا؟ وش بيسوي؟ عباب كولا. اوكي عبى الاطار بالكولا. انزين الحين 100 مسمار. اوووووو 100 زائد 500 مع الكولا. اوكي يبتدي من اول. المئة ممكن تفجر الاطار. المئة في احتمال ان تفجر الاطار ترى. ايه انفجر الاطار. المئة تفجر الاطار. اوكي انفجر خلاص، ما يحتاج يروح للخمسمية، ما يحتاج يوصل للخمسمية. اوكي ارتفع فوق الخمسمية، لاحظتون ارتفع فوق الخمسمية. المئة لما وصل لها على طول دخل في الاطار، لكن اول ما وصل ال 500 ارتفعت السيارة عن الارض. بدا الكولا يطلع من السيارة او من الاطار بلا صح. عبي روح. اي
زين، هذا اللي صار بالعرض البطيء جدا. على طول اول مسمار دخل مباشرة في الاطار، اول مسمار، لان في الخمسمية الكثافة عالية وعرض المسامير كبير، فالسيارة تقدر انها تتحمل انها تمشي فوقهم. بعه خلاص خلاص، اطار ما يتحمل، انتهى. اطار واحد فشل على طول، فشل يعني، حتى ما كان يحتاج انه يروح الاطار الثاني، انه 100% خلاص انتهى الموضوع. والله غصب ينهي الاطار، غصب. ما زالت السيارة قاعدة ترتفع على 500. لا خلاص عاد، خلاص 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 خلاص. اتوقع الاطار الثاني بعد، الاطار الثاني بعد راح فشل بعد الاطار الثاني بسبب السرعة. لو ما السرعة هاي ما كان راح ينفجر ترى. يا ساتر. يا ساتر. هذه نتيجة التجربة الثانية اللي شفناها حاليا، بعد عندنا تجربة أخيرة، وأتوقع هي اللي بتكون في عنوان المقطع في الغالب. أبي بسوي تجربة. هاي ورينا الإطار كيف صار. هاي طلع الكولا. هذه التجربة الثانية، مثل ما شفنا الإطار تحمل 500 ما تحمل 100. فخلونا الحين نروح للتجربة الأخيرة اللي موجودة عندنا. تجربتنا الأخيرة مثل ما تشوفون قدامنا في الصورة، فكرتها بكل بساطة راح يجيب بالونة أتوقع ينفخها بالسيارة، أو بيجيب بالونة عملاقة وبيركبها في السيارة. مو متأكد بالضبط وش التجربة، بنشوفها الحين مع بعض ونكتشف وش الشيء اللي بيسويه. فخلينا نبتدي مع بعض بسم الله في المقطع هذا. إذا عاجبنكم المقطع، عاجبتنكم القناة، أول شيء اضغط زر اللايك وبعدين اشترك في القناة إذا عاجبنك المقطع وعاجبتنك القناة فقط. على أي حال، هذه البالونة اوكي معناته انه راح ينفخها بالسيارة ولا بدون السيارة ما ادري. تنفخ اصلا بالسيارة؟ والله ما ادري. خلنا نشوف. تنفخ بالسيارة؟ اوكي. يا حبيبي. يا حبيبي سامعين صوتها ما يحتاج. والله سامعين صوتها. حط لاصق احمر. وجاب البالونة. حلو، معناته انه بينفخ من السيارة، لكن في مشكلة اتوقع لو لمس الارض ممكن انه ينقص. اوه بيجيب شيء قوي، كفو جاب شيء قوي صح. تمام الحين اوكي، برد تنفخ البالونة. اوكي تجربة حقيقية. والله توقعت انه مو تجربة حقيقية، ما اعرف ليش. طبعا المفروض انه ما يمشي، لانه لو ما شب بتنبط على طول او بتنفجر. فعليا قاعد تنفخ. قاعد تنفخ. بيرة تصير عملاقة. بيرة تصير عملاقة. هلا ابوه، شوف حجمها. شكلها بتنفجر. شكلها بتنفجر خلاص. بتنفجر خلاص. يلا. بوم.
تجربة رهيبة، تجربة رهيبة. كاميرا الثانية، تجربة رهيبة صح. كاميرا الثانية هذه يا حبيبي. والأخيرة جو برو، أيوة يا حبيبي، تجربة رهيبة رهيبة صح. يا شباب هذا مقطعنا بشكل كامل، أتمنى عجبكم المقطع، أتمنى كلكم تضغطون زر لايك تشتركون في القناة، ولا تنسوا كلكم تشتركون في القناة الرئيسية، الرابط موجود تحت في الوصف أو الديسكربشن. نشوفكم على خير إن شاء الله في مقاطع أخرى. صح تبي شيء أشوف أرسل لي على الانستغرام حقي موجود تحت، أرسل لي في الخاص. نشوفكم على خير، مع السلامة. اللايك أمر مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على أمم، هذا جيشنا يا عم، والأسيار أسطورة تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه أسهل وسيلة، قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة. أما